السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد من قناة فن وحس. والنهاردة إن شاء الله نبتدي شغل جديد سهل وسريع، مفيش أسهل من كده. التوب ده ممكن تعمليه صيفي بخيوط قطن، أو تعمليه شتوي بخيط أكريليك أو خيط صوف. غرزة سهلة وسريعة، عملنا منها قبل كده كوفية وسكارف وشال وبغرزة بطريقة مختلفة. والنهاردة عملنا التوب ده، وبنفس الطريقة أنا قايلة لك في الفيديو إزاي تعمليها بلوزة طويلة إن شاء الله حتى الرجلين رجليكي تحت، وسهل وسريع. وعملنا حردة الباط وحردة الرقبة بالتفاصيل علشان تبقى سهلة عليكم إن شاء الله. في الفيديو ده هيبقى طريقة البلوزة بالحردة بكل حاجة. لو عايزين نعمل كنار مختلف او شكل مختلف في التوب او البلوزه دي قولولي في تعليقات وانا اعملها لكم، او لو عايزين نعمل موديل مختلف برضو قولولي في التعليقات. يا رب يكون سهل عليكم. لايك وشير الفيديو، بحبكم جدا. هنبتدي بسم الله. بسم الله، اول حاجه احنا محتاجينها المقاس، سواء مقاس الويست او مقاس الصدر حسب اعلى منطقه عندك. يعني لو الويست اعلى من الصدر هتاخدي مقاس الوست، هتلفي المزوره حوالين الوست وتاخدي المقاس. لو الصدر هو المقاس الاعلى هتاخدي اعلى مقاس عندك، هو ده اللي هتشتغلي عليه. تمام، عندك مثلا كده تروحي واخده المزوره او بحيطه فتله لو انت ما عندكيش حته خيط، لو انت ما عندكيش مزوره، وتعملي كده. اعلى منطقه هي اللي هقيس عليها، وابتدي اعمل سلسله واقيسها على القياس بتاعي. خلاص، يبقى انا كده ما عنديش قياس معين. انا عندي، انت هتقدري تعملي من سنة لغاية سن 70 سنة، يعني انت اللي انت عايزاه. تمام، يبقى احنا هناخد المقاس اللي عندي. هنعمل ايه؟ هالاول هنشتغل بخيط قرطبة. خيط قرطبة القطن بيبقى سميك شوية عن الخيوط التانية. تمام، ودي برضو حاجة ترجعك انت عايزة حاجة شكلها سميك شوية، او عايزة حاجة رفيعة زي ليزا ديفا. خلاص، ده بيديكي احساس القطن، بس هو طبعا هو اكريليك طبعا، او ممكن تستخدمي مصر البيضه، او ممكن تستخدمي خيط اكريليك اصلا لو انت عايزه تعمليها خريفي او ربيعي، او تعمليها بخيط شتوي، يعني تنفع اي خيوط عندي. انا هستخدم النهارده خيط قرطبه، وهستخدم ابره رقم 3.5 ملي متر. لو انت هتستخدمي خيط ليزا هتستخدمي ابره ستانلس او ابره 2.5 المونيوم. انا قست القياس بتاعي 75 سنتي، اللي هو الدوران الصدر عندي 75 سنتي. المقاس اللي انا هعمله ده مقاس 12 سنة. طبعا انت زي ما انت حابة، شوفي انت فيه طبعا حسب الجسم بتاعي. يبقى احنا هنعمل سلسلة مقاسها 75 سنتي مضاعفات الرقم 3. هنجيب خيط البداية، هنعمله كده، هدخل الابره من هنا واسحب دي كده، هبتدي اشتغل مضاعفات 3 لغايه ما يوصل عندي المقاس اللي انا عايزاه. 1 2 3 وارجع تاني، 1 2 3 وارجع تاني، 1 2 3. هكمل لغايه ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه. وانا هعمل بلوزه هشوف انا المقاس طلع لي كام. طلع لي 75، هروح عامله كده واجيب دي على دي كده، واشوف نصها هيبقى كام. نصها هيبقى ايه، 38 تقريبا. هقعد اشتغل سلسلة لغاية ما اوصل لتمانية وتلاتين بتاعتي، واشوف انا كده عملت مقاس مضاعفات رقم 3، وهقيسها كده. جابت؟ لا لسه ما جابتش، 38 عندي اهي، فهزود كمان 12. بصي انا بشدها، بس مش بشدها للاخر، لا بشدها حاجة بسيطة. خلاص، ازودها كمان 3 سلسله لغايه ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه. بعد ما اعمل سلسله مضاعفات رقم 3 هقيس كده، اهو جه مقاسي، المقاس بتاعي مظبوط. سواء بقى انت هتعملي بلوزه شال سكارف ايا كان، مفرش ايا كان اللي انت هتعمليه، جه مقاسك كده خلاص مقاسك مظبوط. هروح مزوده عليهم 3 سلسله عشان ابتدي سطر الاول. يعني انا خلاص مقاسي مظبوط، هزود بقى 3 سلسله، 1 2 3، وهاخد لفة هعد من تحت الإبرة، 1 2 3، وهدخل في رابع سلسلة واعمل عمود، وعمود في السلسلة اللي جنبيها، عمود في السلسلة اللي جنبيها، وهعمل في كل سلسلة عمود لغاية ما اخلص السطر.
تمام. طبعا لو انت عامله شال هتمدي بالمقاس مثلا 50 سنتي او المقاس اللي انت عايزاه، لو هتعملي سكارف هتعملي المقاس سكارف اللي هو 16 سنتي، لو او كوفيه، لو عايزه تعملي بلوزه هتعملي نصين، نص قدام ونص ورا، هو ممكن تعمليها كلها على قطعه واحده بس ده عشان يسهلك الحردات بتاعتك، فتعملي نص قدام ونص ورا. مخلص السطر الاولاني اللي هو كله عميده، هبتدي اعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة وهياخد لفة وهلف في الشغل. هسيب اول عمود عندي وفوق فوق تاني عمود هدخل وعمل عمود سلسلة وعمود في نفس المكان اللي انا عملت فيه العمود، هاخد لفة هسيب عمود اتنين وفي رقم تلاتة هدخل وعمل عمود سلسلة وعمود فوق نفس العمود، بقت عامله زي حرف الفي كده سبعة وتمانيات. تاني هاخد لفة هسيب عمود اتنين وفي رقم تلاتة هدخل واعمل عمود سلسلة وعمود فوق نفس العمود، لفة هسيب عمود اتنين وفي رقم تلاتة هدخل واعمل عمود سلسلة وعمود فوق نفس العمود، واكمل لغاية اخر سطر بنفس الطريقة. عملت السطر الاول وده السطر الوحيد اللي انا هعد فيه، مش هعد تاني خلاص ولا اسهل من كده. هاخد لفه هيتبقى عندي اتنين سلسله اتنين غرزه، هسيب غرزه وفي الغرزه الاخيره هدخل اللي هي العمود هعمل عمود واحد بس. السطر اللي بعده هعمل واحد اتنين تلاته سلسله وهاخد لفه وهلف الشغل. الفراغ الصغير الاولاني ده انا مش هعمل فيه حاجه، انا هدخل في الحرف الفي اللي هو السبعه اللي عندي دي، هدخل جواها وهعمل عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ اللي هو السبعة، هاخد لفة التمانية دي لا هعمل في السبعة وادخل هنا واعمل عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ، هاخد لفة اللي هي التمانية دي لا هدخل في السبعة اللي وصل لفوق واعمل عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ، هاخد لفة التمانية دي فراغ تمانية لا هدخل في السبعة واعمل عمود سلسلة عمود ولا اسهل من كده، واكمل لغاية اخر السطر بنفس الطريقة. عملت في اخر في او اخر سبعة عندي، هذه عندي ثلاث سلسلة بتوع السطر بداية السطر اللي فات، هدخل فوق اهي تاني لفة وادخل فوق ثالث سلسلة من فوق هنا كده واعمل عمود، وانا كده نهيت السطر التاني. بصي بقى تأكدي على طول ان انت ماشيه ستريت مستقيمه، تمام. عملت 10 20 30 سطر هيبقى نفس الاستقامه مش هتقل، لان انت حافظه على العدد بتاعك. هعمل السطر اللي بعده واحد اتنين تلاته سلسله وهاخد لفه والف في الشغل. الفراغ الصغنن الاولاني ده انا بسيبه، بدخل في حرف الفي او السبعه دي واعمل عمود سلسله عمود في نفس المكان، تمانية دي لا السبعة اللي هنا هعمل عمود سلسلة وعمود في نفس الفراغ، هاخد لفة التمانية دي لا في السبعة اللي هي الحرف الفي دي لا هدخل هنا عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ، تاني هاخد لفة ده لا انا شغاله هنا اهو دي لا هنا اهو، وهعمل سلسله عمود سلسله لغايه اخر السطر. خلصت السطر هجي في اول ايه بصي اهي اخد لفه ثلاثه سلسله دول، بدخل في اول سلسله من فوق واعمل عمود، ولا اسهل ولا اسرع كده، في سهله وسريعه وتبني معاكي بسرعه جدا. الطريقه بقى تعملي بيها حاجات كتير، تقدري تعملي منها شال، سكارف، كوفيه، مفرش، بلوزه، توب، اي حاجه انت عايزاها. هشتغل وهنشوف احنا هنعمل فيها ايه. طيب انا مثلا اشتغلت الطول اللي انا عايزاه، الطول بتاعي هيبقى من فين لفين؟ من عند الوسط او من عند الهانج او اي طول، من طول البلوزه اللي انت عايزاه لغايه الباط. اول ما تيجي عند الباط هنبدا نعمل حرده، يعني هتبدا مثلا البلوزه انت بادئاها من هنا بادئاها من هنا، هتعملي الارتفاع او الطول بتاعك لغايه ما تصلي على الباط. عند الباط هنبدا في نعمل
الحرده بتاعت البط. هنعمل ازاي الحرده؟ هنبقى طبعا من الجنبين قررنا خلاص هنحرد. هنعمل ايه؟ هنلف الشغل ونعمل منزلقه فوق العمود اللي قدامي ومنزلقه فوق العمود اللي بعده كده. انا لغيت اول حرف فيه عندي وهعمل منزلقه فوق العمود اللي بعده كده، اول حرف فيه اتلغى عندي. هبدا من هنا الشغل. هعمل ايه؟ هعمل 3 سلسله، هاخد لفه وهعمل عمود فوق العمود التاني واقفله قفله واحده، واخد لفه عمود فوق العمود اللي بعده واقفل قفله واحده، واخد لفه واطلع من 3 اعمده سوا. تمام، انا كده عملت اول، لميت اول مره. هاخد لفه، هسيب العمود ده بالفراغ رقم 8 اللي هو شكل 8، هعمل في الفراغ اللي بعده ده عمود سلسله عمود زي ما بعمل عادي اهو، ده شكل السطر. هعمل اسيب ده الفراغ ده، وفي الفراغ اللي بعده اللي هو السبعة هعمل عمود سلسله عمود، هكمل بقى السطر في النص عادي، عمود سلسله عمود في نفس الفراغ، هكمل لغايه ما اوصل للحرد يعني اخر الصف وهرجع لك. وصلت لاخر سطر. طبعا كل ما المقاس بيبقى اكبر، انا عامله مقاس صغير مش كبير يعني علشان الوقت يعني بتاع الفيديو، بس انت طبعا كل ما بتعملي مقاس اكبر كل ما بتحرجي اكتر، بتكرري عمل الخطوات بتاعت الحردات دي اكتر، كل ما المقاس يبقى اقل كل ما بتحرجي حاجه بسيطه. هنوصل هنا عند 3، احنا دلوقتي عملنا سيبنا هنا اشتغلنا في 3 فيات الاخيره، هنا في 3 في الاخيره برضو خلاص عندي 3 في الاخاره. هعمل ابتدي اكمل الحرده، هاخد لفه واسيب اول عمود هيقابلني الفي دي، خلاص الفي اللي هي دي هسيب اول عمود يقابلني وادخل في العمود الثاني واعمل عمود واقفله قفله واحده، هاخد لفه وادخل في العمود اللي بعده واخد لفه واطلع لفه واقفل قفله واحده، لفه وادخل في اخر عمود واخد لفه واطلع قفله واحده، لفه واطلع من الاربع حلقات كلهم سوا. وانا كده خلصت السطر، طبعا مش هشتغل هنا اهو، ده شكل السطر. سطر بعده تاني سطر في الحردات، هعمل 3 سلسله 1 2 3، هاخد لفه وهلف الشغل. في الفي اللي هي رقم 2 هاجي اسيب العمود ده وادخل في العمود اللي بعديها او اعملها في النص لو انت حاساها بعيده، واخد لفه كده واطلع من حلقه وبعدين اخد لفه واطلع من حلقتين، وبعد كده هبتدي الفي اللي بعديها اعمل في عادي خالص، واحد سلسله وعمود في نفس المكان، اخد لفه في الفي اللي بعديها واعمل في، هكمل لغايه اخر السطر وارجع لك اقول لك هنعمل ايه. لسه في السطر الثاني في الحرده، انا هنا ده التجمع اللي عملته في اول السطر اللي فات، وهنا دي الفي اللي قبليه على طول، هسيب اول هدخل في اول عمود منها واخد لفه لفه واطلع من حلقتين واسيب الثالثه على الابره، وهاخد لفه عند التجمع ده بيخلص هنا اهو كده، واخد لفه لفه واطلع حلقتين، معايا 3 حلقات الابره هاخد لفه واطلع منهم كلهم سوا. بصوا اهي بدات تلف ازاي. تمام تمام، تالت سطر من الحرده هعمل 1 2 3 سلسله وهاخد لفه وهلف الشغل. العمود اللي انت عاملاه ده هتعملي فوقيه عمود وهاخد لفه، الفي دي هعمل فوقيها في عادي، وفي في الفي اللي بعديها، بس هي دي الخطوه اللي هنعملها هنا. هكمل لغايه اخر السطر وارجع لك. اخر السطر انا عملت اخر في اهي، ده العمودين الاخرى. هعمل ايه؟ هاخد لفه وهعمل عمود فوق العمود ده وعمود فوق العمود الاخير واقفلهم سوا كده. لو انت بتحردي لطفل او طفله هيبقى كفايه قوي عليكي كده، خلاص ما تحرديش اكتر من كده عشان انت لسه تحردي الجنب اللي قصادها، فما تحرديش اكتر من كده. تمام، لو انت بتحردي لطفل انا بقول تاني اهو، هتحردي لحد هنا
بس، وبعد كده هتمشي مستقيم، مش هتعملي الخطوتين اللي جايين دول، مش هتنقصي تاني، وهتمشي مستقيم زي ما انا همشي بعد كده. يعني انا الاول لسه هكمل حرد وبعدين همشي مستقيم، عشان لو انت بتعملي حد كبير. فهتعرفي ازاي امتى توقفي حرد؟ اجيبي تيشرت على مقاس الطفل او مقاس الشاب او مقاس ايا كان المقاس اللي عامله له التيشيرت، وهتعملي كده اهو، هتقيسي الحرف بتاعها كده وتشوفي الحرده دي مناسبه. هي زي ما انا قلت لك كده، لو طفل اهي الحرده دي مناسبه جدا، خلاص هتمشي بقى ستريت عشان تكملي لفوق كده لغايه الكتف فوق. لكن لو حد اكبر طبعا الحرده هتلاقيها اكبر، فهتضطري تحردي تاني حسب السن اللي عندك. انا مش عايزه اقول لك عدد سطور معين عشان انت بتشتغلي المقاس كبير مقاس صغير، انت حره تقدري تمشي في الاتجاه ده. يبقى لو بنعمل اطفال هكفايه قوي الحرده دي، لو بنعمل حد اكبر شويه مراهق مثلا هتحردي كمان سطر، لو حد كبير خالص هكملي معايا الحرد للاخر. تمام كده؟ تمام كده. سطر رقم 4 في الحردات، ادي 1 2 3. رقم 4 لو انت تعملي سن قلنا اكبر، هعمل 1 2 3 سلسله وهاخد لفه وهلف الشغل. اول في عندي دي، مش العمود ده بقى، العمود ده هسيبه. اول في هدخل فيها واعمل عمود كده اهو، وبعدين اخد لفه واشتغل في كل في عادي. اظن سهله جدا 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 جدا. هشتغل في كل في لغايه ما اوصل لاخر السطر. هاجي عند اخر في، دي اخر في، والاعمده اللي كانت الدور اللي فات في نص الفي دي هعمل عمود، وهعمل عمود فوق العمودين اللي انا كنت شبيهم الدور اللي فات كده. الحرده بتكبر اهي معايا. طبعا لو انا عامله سن كبير، انا عامله الاساس ده سن صغير، بس انا عشان اوريكي الحردات، لو انا عامله سن كبير هيبقى المسافه دي كبيره، مش هتبقى صغيره كده في النص، بس انا عشان ابين لك الحرديه. طبعا انا في الاول الفيديو قايله المقاسات هتاخديها ازاي بتاعه البلوزه او التوب علشان تعملي مقاس مظبوط. الدور اللي بعده هعمل 3 سلسله، وده اخر دور في الحرده، هاخد 3 سلسله والف الشغل. هسيب العمود ده وهاجي عند الفي اللي عندي كامله دي، وهعمل فيها في سلسلة. خلاص دي اخر حردة، وبعد كده هنشتغل هشتغل في كل في في، وبعد كده هشتغل مستقيم. هوريكي برضو هشتغلي مستقيم ازاي، لان احنا هنبتدي نعمل الحردة بتاعة الرقبة. عندي اخر في اهي عملتها، وهاخد لفة فوق العمودين دول، هعمل عمود ودمتم كده اهي. الحرده كده كفايه قوي، لان يعني خلي بالك انت هتعملي حرده في الجزء الثاني اللي هو اللي قصادها. تمام، هشتغل ادوار عاديه زي الادوار اللي فاتت. هفكرك وقتي بالدور بيتعمل ازاي، رايح جاي رايح جاي لغايه ما اوصل الدور رقم 10. احنا ده بدايتنا، رقم 1 ادي 2 ادي 3 4 5. لو انت بتنسي حط ستيتش ماركر، هعلم علشان ما انساش. ادي بدايتي هنا وبدايتي فين هنا علشان ما نتلخبطش، عشان نعرف احنا عملنا كام دور. خلاص انا هوريك دلوقتي السطر هيتعمل ازاي، وبعد كده هنعمل حرده الرقبه. بعد ما خلصنا حرده الباط تمام، هنبدا نطلع بالجنب كده. هنعمل ايه؟ 1 2 3 سلسله وهاخد لفه وهلف الشغل. عندي حرف الفي ده هدخل جواه واعمل في، اللي هي عمود سلسله عمود في نفس الفراغ. التمانية دي لأ، في حرف الفي هدخل واعمل عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ. هاخد لفة، التمانية دي لأ، في السبعة هعمل عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ لغاية ما اوصل لآخر السطر اهو. بعد ما وصلت لآخر في هاخد لفة واعمل عمود فوق أول عمود كان عندي في السطر اللي فات، لو آخر عمود عندي في السطر كده. السطر بعديه 1 2 3 سلسله وهاخد لفه وهلف الشغل. هعمل عمود فوق في الفراغ بتاع الفي، الفراغ الصغير ده لا، في الفراغ بتاع الفي هعمل عمود سلسله عمود في نفس الفراغ. الفراغ الصغير لا، في الفراغ الفي هعمل عمود سلسله عمود في نفس الفراغ. ده لا، في الفراغ ده عمود
سلسلة عمود في نفس الفراغ لغاية ما اوصل لاخر السطر. عملت في فوق اخر في عندي، هي في كاملة هي الاخر، وبعدين هعمل عمود فوق اخر عمود، وبعدين اعمل ثلاثة سلسلة وهكذا لغاية ما اخلص الادوار بتاعتي. هعمل كام دور بالشكل ده؟ دلوقتي انا عاملة الحردة اهي كده، ابتدينا من هنا، ودي دور 2 3 4 5 6 7. في السطر رقم 10 هيبقى اخر دور عندي قبل ما اعمل حردة الرقبة. ده لو انت عايز تعملي حردة الرقبة، مش عايز تعملي حردة الرقبة تمام، يعني ممكن تسيبيها كده. فانا هعمل ايه؟ انا دول 7 هكملهم لغاية ما يبقوا 10 واعمل لكم حردة الرقبة. وطبعا هعيد تاني لو احنا عاملين مقاس كبير. انا المقاس ده صغير بس عشان اوريكي النموذج. لو المقاس كبير طبعا هيبقى في مسافة كبيرة بين هنا وهنا. عملت سطر رقم 10، هتعملي ايه؟ اول حاجة هنعلم هنا عشان انت ايه عارفة انت بدايتك فين. عشان ايه احنا هنا عملنا؟ لا، عشان الجنب التاني اما تيجي تشتغلي تبقي عارفة انت بتعملي ايه، على حركتي فين ووقفتي فين. هنا لو انا شغالة الطفل، فين التيشيرت؟ لو انا شغالة الطفل اهي الحردة دي تمام كده، وهوقف هنا وابتدي الرقبة لاني لسه هكمل. يعني بص استني هوريكي حاجة. اهو هبدأ من هنا اعمل حردة الرقبة. ليه؟ لان اولا ده تيشيرت صيفي، ثانيا ان انا لسه هعمل حردة الرقبة وهكمل الكتف. يبقى انا كده لو انا هشتغل طفل. طب انا لو هشتغل لحد كبير هعمل ايه؟ همشي لحد، مش انا من هنا مشيت لحد السطر العاشر، لا هكمل لحد السطر العشرين. اعمل حردة الرقبة للاطفال بعد 10 سطور، ولو احنا هنعمل لكبار هنطلع لحد السطر العشرين. يعني احنا هنطلع بنفس الاستقامة دي لغاية السطر رقم 20، وبعد كده نبتدي حردة الرقبة. تمام؟ ليه؟ علشان طبعا فرق الاطوال. انا كده ايه قلت لك كل المعلومات، ناقص كده حردة الرقبة اللي هنبتدي فيها. الاول الجزئية اللي تحت، وبعدين عملنا حردة الرقبة طلعنا لفوق، هنبدأ حردة الباط. هنعمل حردة الرقبة دلوقتي. حردة الرقبة في الحرفين هنشتغل نفس الشغل المستقيم، وفيها الشغل هيبقى في النص. هنعمل 1 2 3 سلسلة وهاخد لفة وهلف الشغل. اول في طبعا الحتة الصغيرة دي بنسيبها اللي متابع معايا من اول. هنعمل حرف الفي، هنعمل جواه في عادي خالص. ادي اول ايه في معايا، وهعمل في الفي رقم 2. وطبعا ده برضو هيقف على تخن او تخانة الحمالة او القط بتاعي. تمام؟ يعني عايز تكبري عن كده كبري. هنعمل الفي رقم 3، الفي رقم 4، وانا هستكفى على كده علشان انا عندي مساحة هنا صغيرة. انت في العادي المفروض ان انت هتعملي 1 2 3 4 في، وهتعملي خط هنا تاني. ممكن نعملها خلاص، انا اعملها بس انت تبقى عارفة ان في مساحة في النص. خلاص هاجي هنا اهو عند الفي اللي عندي هنا دي، واروح عاملة عمود مايل كده. خلاص هعمل 3 سلسلة. السطر اللي بعديه 3 سلسلة وهاخد لفة وهلف الشغل. عندي الفي دي هروح عاملة في نصها عمود ونقفل، وبعد كده اعمل عمود في الفي اللي بعديها، عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ. طبعا انا هعمل جنبه والجنب التاني هعمله زي بالظبط. وفي الفراغ اللي بعده عمود سلسلة وعمود في نفس الفراغ. في الفي اللي بعديها عمود سلسلة وعمود في نفس الفراغ، والعمود الأحرفي ده مش هيتغير معانا. 3 سلسلة وهلف الشغل. في الفي هعمل عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ، في الفي اللي بعديها عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ، في الفي اللي بعديها عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ، وفوق العمودين دول هعمل عمود واحد بس، وهي دي اخر
يعني هي دي حاجة بسيطة كده عندي. انا هبتدي بقى اطلع لفوق 3 سلسلة وهلف الشغل، التلاتة في دول هيكملوا معانا للشغل يعني طول بقى اللي انت عايزاه لغاية ما توصلي للكتف بتاعك. طبعا هتقيس على اي تي شيرت او على الموديل نفسه اهو، هتعملي عمود من الحرف وتلات في في النص وبعدين عمود من الحرف التاني، ولا اسهل من كده. هتعيدي الكلام ده الناحية التانية زي ما قلت لك برضو، انا كررتها كذا مرة اهو. هتبقى كده حردة الرقبة، ومن ناحية تانية نفس الحركة. طيب انا هنا عشان المسافة بتاعتي انا 1 2 3 4، انا عندي هتبقى من هنا اهو، فتبقى حردة الرقبة ضيقة علشان انا عندي مساحة هنا صغيرة. انت طبعا لو بتعملي مقاس كبير هيبقى المساحة ده اصلا ممنوع مقاس اطفال، وحبيت اوريكي ازاي هتعملي الحردة عليه. انت هتشتغلي هعمل هنا كام دور بحيث ان انا اعمل طول، وبعدين هوريكي الجنب التاني هتعملي ازاي، وانت هتعملي على المساحة بتاعتك. هنا بعد حركة الرقبة عملت 1 2 3 4، عملت 4 سطور كمان كده تمام قوي الارتفاع بتاعه، وهنعمل الجنب التاني زيه بالظبط وهنقفل على كده. طيب انا عايزة اعمل الجنب ده هوريهولكم برضو، وبرضو هأكد معلش انا بعيد عليكم معلومة عشان في ناس بتتلخبط او بتخش من نص الفيديو او بتشوف جزء ومتشوفش الجزء التاني. انت لو عاملة انا شغالة ده مقاس اطفال وحبيت اوريكي النموذج للكبار، انت لو عاملة هيبقى في مسافة كبيرة زي ما هنشوف البلوزة اخر ما تخلص هيبقى في مسافة للرقبة مرتاحة. دلوقتي انا هبدأ من على الحرف من هنا اهو، هدخل الابرة هنا وهسحب خيط جديد، اعمل عقدة الاول وهسحب خيط هنا، وزي ما عملت في الجنب الشمال هعمل في الجنب ده، هسحب الخيط كده وعمل 1 2 3 سلسلة، وزي ما انا عملت هنا بالظبط هعمل هنا، هدخل في الفي، احنا قلنا الحرف ما بيتأثرش، واعمل في والفي اللي جنبيها دي 2، والفي اللي جنبيها ادي 3، والفي اللي جنبيها ادي 4، والفي اللي جنبيها دي هدخل في اول عمود كده واعمل عمود بس، هعمل 1 2 3 سلسلة وهلف الشغل. ثانية عشان الخيط، جوه الفي اللي هتقابلني هعمل عمود واحد، وفي الفي اللي بعديها هعمل في عادية، وفي الفي اللي بعديها هعمل في، وفي الفي اللي بعديها هعمل في. وقلنا الخط اللي على الحرف مالوش دعوة ما بيتأثرش معانا، هعمل عمود فوق العمود 1 2 3 سلسلة وهلف الشغل، هعمل في فوق الفي، وفي فوق الفي اللي بعديها، هي نفس التانية بس عشان في ناس بتلخبط، وفي فوق الفي اللي بعديها، وهنا فوق العمودين دول هعمل عمود واحد وخلاص، هبتدي اعمل الستريت بتاعي 1 2 3 سلسلة وهلف الشغل، هعمل في فوق كل في من التلاتة اللي في النص 2، تلاتة، وبعد كده عمود فوق آخر عمود 3 سلسلة ولف الشغل. في الفراغ ده الفي هعمل في، وفي فوق الفي اللي بعديها، وهكمل لغاية ما اوصل لنفس العدد اللي في الناحية التانية. واعمل عمود فوق العمود اوكي
كده تمام. دي الحردة علشان مقاس اطفال، لو مقاس كبار هيبقى الحرده طبعا اكبر، هي تبقى نفس الطريقه بس المساحه اللي عندك في النص هتبقى اكبر، فهتبقى الرقبه اوسع. تمام كده تمام. انا طبعا قلت لك حرده الباط وحرده الرقبه، فانا هطبق ده اللي انا قلته لك على المقاس اللي عندي الصغير، وهرجع علشان اقول لك بقيه البلوزه هتبقى عامله ازاي. بعد ما عملت الجزء الاولاني عملت جزء زيه بالظبط اهو، وسايبه الخيط الزياده ده علشان هو اللي هوصل بيه. هبدا اعمل ايه؟ هجيب الجزئيه دي على الجزئيه دي كده، واجيب الخيط. اسهل اسهل واسرع طب ممكن تعمليه في حياتك يعني. طبعا انت لو طولتي هتبقى بلوزه طويله زي ما انت عايزه يعني، ممكن تطولي الطول زي ما انت حابه. طبعا بتحطي الوش على الوش وبتدخلي الابره، باينه ولا ايه؟ اهي بتدخلي الابره هنا في اول غرزه كده، واول غرزه من هنا كده، وبسحب الخيط ده من هنا كده، وابدا اعمل سلسله كده وادخل في الغرزه، مش عارفه مش باينه كده، ادخل في الغرزه اللي بعديها من هنا والغرزه اللي بعديها من هنا. حاولي دايما ان انت سطر ما يسبقش سطر، واروح سحبه كده، واروح سحبه واقفل بغرزه حشو. ليه ما اقفلش بمنزلقه؟ علشان ممكن الحته دي تضيق معاكي يعني، دي ايه دي تلاقيها مش بتاخد ودي دي معاكي، ما تقفليش بمنزلقه كده، واقفل بغرزه حشو. عمل بلوزات كتير في القناه هتلاقوها، لو مش عارفين توصلوا لها انا هحط لكم اللينك في صندوق الوصف، واحط لكم في التعليقات كده. هدخل كده اخد غرزه من هنا مع الغرزه الثانيه واعمل حشو، هعمل كده لغايه ما اخلص دي فين لحد تحت الباط. وفي على فكره في بلوزات ثانيه وجواكت ثانيه اشكال كتير يعني، طرق ثانيه تقدروا تعملوها، تقدروا تعملوها صيفي، تعملوها شتوي، تعملوا زي ما انتم حابين. هنشغل كده لغايه ما اخلص الجنب كله، دايما حاولي سطر على سطر يعني، بصي اهو ما يبقاش سطر مسابق سطر عشان يبقى في النهايه نفس النهايه هنا كده. كده اخر صف اهو، وادي كده بعمل ايه؟ هقص الزيادة وبإبرة. الأول هعمل دي عشان أأمنها كده، وبإبرة التنظيف هبدأ أخفي الخيط ده فين؟ هنا اهو كده، كأني بخيط لغاية ما يبانش معايا، وانضف كل الشغل بالطريقه دي. بعد ما بخلص كده بص بقى ايه الزيادات، هعمل الجنب الناحيه التانية بنفس الطريقه، وهاجي هنا اهو بنفس الطريقه هاخد اوريها لكم. هنا دي فيها فتله هنا سايباها، هدخل في اللي قدامي دي اول غرزه، وادخل هنا اهو واسحب الغرزه دي، واعمل سلسله، هدخل في سلسله من هنا وسلسله من ورا. ولازم اخلي بالي طول ما انا ماشيه ان السطرين ماشيين مع بعض يعني، ما اعملش في واحده هنا واحده يعني، واحده اخد واحده من هنا واحده واتنين من ورا، لا ابقى واخده بالي ان هي مع التعود انت خلاص ايدك هتاخد على الشغل وهتعرفي تعمليها على طول كده. غرزه حشو هعملها كلها طبعا زي ما قلت لكم في الشغل كل. يبقى انا كده عملت الجنب ده، هقفل الجنب ده وارجع لكم. بعد ما خيطت من كل الجوانب هقلبه بقى على وشه.
ده عشان توب صيفي انا مش هعمله اكمام. لو انت عايز تعملي اكمام في فيديوهات كتير في القناه فيها حاجات باكمام، او ممكن نبقى نعمله اكمام فيما بعد. ممكن تعملي حليه هنا هو او هنا، دي حاجه برضو وترجع لك، او تسيبيه توب كده خفيف وسريع ولذيذ، ممكن نعمله كده. لو انتوا عايزين نعمله اي اضافات تانية قولوا لي في التعليقات وانا اعملها لكم ان شاء الله. وطبعا زي ما قلت لك ده عاملاه توب قصير، انت ممكن تعملي طويل زي ما انت عايزاه بنفس الطريقه. قبل الحرد هتعملي الطول اللي انت حباه ان شاء الله. يا رب لحد رجل تحت. يا رب يكون سهل عليكم. لايك وشير الفيديو، بحبكم جدا، واشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.